نظمت وزارة الصحة ورشة عمل إداريي ومسعفي وطباخي حملات الحج الرسمية لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية تحت شعار نعتني بصحتك لتكمل حجتك. نعم، وذلك بحضور رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان والسيد خالد المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج وعدد من المسؤولين في بعثة مملكة البحرين للحج وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الصحة. وأكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة أن وزارة الصحة قد وضعت كل إمكانياتها من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين قبل سفرهم من خلال الرعاية الصحية والتطعيمات الوقائية التي تقدمها وزارة الصحة، وكذلك العمل على رفع مستوى وعيهم الصحي من خلال برامج التوعية الخاصة بموسم الحج. هذا وقد تضمنت ورشة العمل عددا من المحاضرات التي اشتملت على دور الكادر الطبي في الحملات وكيفية التعامل مع العديد من الحالات الطبية الطارئة وكذلك سلامة الأغذية. الورشة هذه من المهم أن يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية بين بعثة مملكة البحرين الحج وبين الحملات، لأن الحملات اليوم لازم تكون في دراية، لأن هم القريبين من الناس اللي بيقدمون الخدمات لهم عن قرب، فحجاجنا كذلك لازم يكونون تحت خلينا نقول عناية ممتازة ويكونوا القريبين منهم. فنظام اليوم أو الورشة هو أن نعلم اللي بيعلم أو train the trainer، فأنا نعلمه وثقفه قبل يروح يتعامل مع الحجاج بحيث أنه يكون يعني عنده المعلومات الكافية وكيفية التنسيق كذلك مع بعثة مملكة البحرين للحج واللجنة الطبية شلون يقدر ينسق معها، شلون يقدر يستفيد من هناك في الأراضي إن شاء الله المقدسة. حقيقة نشكر وزارة الصحة على رأسها سعادة الوزيرة ووكيل الوزارة على جهودهم الحقيقة في تنظيم مثل هذه الورش التوعوية من أجل نجاح الحج ومن أجل يعني حج سليم من العلل والأمراض، حتى إن شاء الله يرجع حجاجنا إلى البلاد سالمين غانمين. اللجنة التنسيقية هدف الأول رفع المستوى وعي الحجاج لمملكة البحرين، طبعا احنا نقول لهم شو يسوون، وين يروحون إذا مرضوا. طبعا عندنا عيادات خاصة في مكة ومنى وعرفات نستقبل كل حجاج مملكة البحرين، بعدين نعطي الوعي الكافي لكل الحملات، ونحث طبعا جميع حجاج مملكة البحرين بضرورة يعني زيارة المراكز الصحية قبل سفرهم